ضيفتنا منار أبو صباح أخصائية التغذية إلى فقرة التغذية اللي رح نتحدث فيها عن حالة مرضية خلينا نحكي شبه منتشرة أو شبه بتصير دائما مع عدد كبير من الأشخاص. اليوم نحكي عن الجرثومة الحلزونية أو الجرثومة اللي ممكن أي شخص يتعرض لها بسبب الأكل الغير صحي أو غير نظيف خلينا نحكي أو المياه الغير صحية. اليوم رح نتحدث عن كل هاي التفاصيل، أعراض، علاج الحالة، كيف بنقدر نعرف أنه نحن مصابين بهاي الجرثومة، كيف بنقدر ناكل الأكل المفيد اللي بيحاول اللي بيساعد على العلاج السريع من هذه الجرثومة. فعشان هيك بدنا نصبح على ضيفتنا الكريمة منار أبو صباح، بدنا نقول لك أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير شهد، نورك. الحمد لله على السلامة. صباح الخير لانا. صباح الخير منار. طبعا موضوع الجرثومة الحلزونية كتير مهم، وفعليا في كتير أشخاص بيكونوا معرضين أو عندهم أعراض الجرثومة الحلزونية وما بيعرفوا أنه فعليا مشخصين أنه عندهم هاي الجرثومة. هلا معظم مشكلات المعدة أو تقرحات المعدة بيجي سببها الجرثومة الحلزونية، بنحكي من نسبة 80% ل 90%. إيش هي الجرثومة الحلزونية؟ عبارة عن نوع من البكتيريا بتكون ضارة، شكلها حلزوني أو لولبي، شكلها هو اللي بيساعدها إنها تتكاثر وتزرع حالها أكثر بجدار المعدة. نعم. كل ما كانت البيئة ملائمة لإلها بتزيد وبتتعايش وبتتكاثر. نعم. أكثر. كل ما كانت البيئة غير ملائمة لإلها إحنا بنقدر نقضي عليها شوي شوي. نعم. طبعا شكلها بيساعد إنه أحماض المعدة ما تدخل لإلها. تمام. طيب هلا هذا تعريف عام. نعم. هلا بالنسبه للجرثومه الحلزونيه في لها شقين، في شق علاجي اللي هو بتكون مع استشاره الدكتور ومراجعه الدكتور، فبعطي المريض انتي بايوتيك او مواد او مضاد انتي بايوتيك. نعم. أوكي. مضاد حيوي. مضاد حيوي بالضبط. والشق الثاني اللي هو من ناحيه التغذيه. التغذيه. نعم. تمام. الاكل كتير ضروري بهاي الحاله. هلا ما بنفع انه شخص ياخذ العلاج المناسب وما يدير باله على اكله. هلا انت بدك تحكي لنا. نعم. عن العلاج، ولا خلينا نروح نحكي بالاول عن الاعراض. نحكي عن الاعراض يعني. نعم. ممكن في اشخاص كتير ما بيقدروا، مثل ما تفضلتي بالبدايه وحكيتي منار بانه في اشخاص ما بيقدروا يعرفوا انه هم مصابين بهاي الجرثومه الحلزونيه. ايش الاعراض اللي بتخلينا نتاكد انه في خلل وفي مشكله عم نواجهها وفي جرثومة موجودة في جسمنا ونحن مش عارفين انها موجودة؟ طبعاً. يعني هلا هاي الجرثومة بتعمل زي نوبات بالمعدة. نوبات وجع. بتشعر الشخص بأوجاع، فبالتالي بحس بنوع من الغثيان، بحس نوع من اللعية، بده بالاستفراغ مثلا، بتأثر بشكل كبير على الجهاز الهضمي، على الوزن، خسارة بالوزن غير مبررة، بصير الشخص بفقد من وزنه بطريقة غير مبررة، مش بطريقة صحية طبعا، لأنه رح يخسر فيها كمان فيتامينات ومعادن مهمة بالجسم. غير عن هذا، أول ما يصحى من النوم الشخص بحس بنفخة ببطنه، فالشخص يميز ما بين النفخة ما بين حساسية من أكل معين أو قولون، وما بين النفخة للجرثومة. لكن منار الأعراض بتختلف حسب درجة الإصابة يعني. طبعاً. مش هي تتدرج. طبعاً. ومنظمة الصحة العالمية أكدت إنه هذا النوع من البكتيريا مسرطن إذا لم يتم طبعاً علاجه. إذا ما تم علاجه أو هو للأسف علاجه بيحتاج لمدة طويلة. نعم. فالشخص لازم يكون عنده إرادة وصبر على الموضوع. أوكي، هو الموضوع طويل بس أول على آخر صحتك يعني بالدنيا. صحيح. طيب خلينا نحكي عن الأسباب. اليوم إحنا بنعرف إنه دور الغذاء أو طبعاً. أسلوب الغذاء الصحي بيأثر بعلاج أو الوقاية أو التقليل من أعراض إصابات بالضبط. معينة. خلينا نحكي اليوم عن دور التغذية بهذا الموضوع بالذات. تمام. هلا دور التغذية بهذا الموضوع إنه رح يخفف لنا من الأعراض نفس ما حكيت. صحيح. تمام. هلا من مسبباتها نحكي. اوكي. نعم. مبدئيا مسببات، هلا انه حكيتي اول شيء مسببات اسباب. لا ما في مشكله. الاسباب، اول شيء المياه الملوثه، ممكن صحيح. الشخص يشرب مثلا مي ملوثه، او الاشخاص اللي بيكونوا متعودين اغلبيه اكلهم تكون من برا، يعني معتمدين اعتماد كلي على الجنك فود، الاكل الجاهز، او مثلا اللي باكلوا السلطات خاصه اللي بتكون الاوراق مثل الخس او الجرجير مش مغسول بطريقه جيده. وغير عن هذا النظافة الشخصية خاصة يعني تنظيف الإيدين. أيوة، تنظيف الإيدين بالضبط قبل الطبخ وبعد الطبخ، وخاصة هلأ يعني بجائحة كورونا. صح. المفروض نزيد من غسل الإيدين. صحيح. وتعقيمها. وهون كمان ممكن نحكي عن مسببات برضو، أنه ممكن الشخص بدون ما ينتبه يشارك بالأواني، الأواني اللي بيكون يعني الشخص طبعاً اللي مقابل معدية. هو مصاب وهو مو عارف أنه معدية. مصاب طبعاً. فهي معدية برضو. طبعاً. لازم معدية. هذا الموضوع ننوه له. طبعاً لازم كل شخص
الشخص كان مصاب وتشخص انه عنده جرثومه الحلزونيه اغراضه لحال على اساس ما يتم اصابه نعم. الاشخاص الثانيين بنفس العيله او هو بشكل عام هذا اسلوب صحي يعني احنا بعد جائحه كورونا كان لازم انه نرجع نعيد حساباتنا كيف احنا بنعيش او بنتشارك مع الناس الاغراض. طيب خلينا نحكي اليوم عن الغذاء اللي بيعمل علاج او وقايه من الاصابه. تمام، هلا اول شيء بدنا نركز على الالياف. نعم. تمام، خاصه البطاطا الحلوه والجزر بتحتوي على البيتا كاروتين او فيتامين اي، هذا مفيد. كمان في كمان بنركز على الملفوف، على البروكلي مثلا، زيت الزيتون انا بعتبره علاج سحري تقريبا طبعاً. لكل الامراض طبعاً. فينا نحكي. تمام، كمان نركز ناكل البروتينات مثل السمك الدجاج مثلا، بس اهم شيء انه يكون الاكل نظيف وطريقه طهيه او طبخه تكون صحيه. هاي اهم شيء. طبعا اكيد 100% انه لازم نبتعد عن المأكولات المقلية أو الزيوت المقلية، الكافيين مثل المشروبات الغازية مثل القهوة. هلا شوفي رح يجي ناس هلا يقولوا لك طب أنا ما بصحصح غير الصبح على فنجان قهوة مثلا. اعتدال يعني فنجان واحد ما رح يأثر. صح. المشروبات الغازية لا، خلينا نمتنع عنها قد ما نقدر. طيب. هاي الجرثومة يعني تعتبر مسبب رئيسي لعدد كبير من الأمراض، ومن ضمن هاي الأمراض قرحة المعدة، ومثل ما تفضلت لنا قبل شوي وحكت إنها ممكن تكون مسبب للسرطان لا سمح الله. نحكي عن هذا الموضوع شوي وعن مضاعفات هذا المرض قبل ما نخوض أكثر في موضوع التغذية والغير الألياف والبروتينات. أيوة. خلينا هلا نحكي عن مضاعفات، لأنه ممكن القرحة تصيبنا وما نكون عارفين شو سببها. بالضبط، هلا أنت مثل ما تفضلتي شهد حكيتي انه التقرحات المعده ممكن انها سببها عفوا هي جرثومه الحلزونيه. تمام، هلا اذا الشخص ما اخذ العلاج المناسب، ما راجع الدكتور كل 3 اشهر او كل شهر حسب الحاله، ممكن فعليا انه المشكله تتفاقم عندنا وممكن تسبب سرطانات. صح. فاحنا بهاي الحاله لازم نركز ضروري على العلاج من ناحيه الدكتور الانتي بايوتيك اللي راح يعطيها، ومن ناحيه التغذيه. هلا احنا ما يعني بالتغذيه بدناش نحكي علاج 100%، بس نحكي احنا بنخفف من اعراضها. نعم. هي للاسف مثل ما قلت لكم انه هي يعني كيف بدي افهمكم انه هي يعني لانها حلزونيه ممكن تتكاثر. ايوه بالضبط يصير في يعني بحاجه لوقت أكثر. ايوه بحاجه لوقت اطول نسيطر عليها. التوابل والتدخين قد ايه بياثروا على صحة المصاب؟ بيأثروا بشكل مش طبيعي وخاصة على الجرثومة الحلزونية. هلأ هو بشكل عام بيأثر، تمام، بس على الجرثومة الحلزونية بيأثر أكثر. ليه؟ لأنه أنت عم بتدخلي سبايسز بهارات على الجرح، زي نحكي جرح حطيتي عليه مثلا ملح. صح. كيف بتحسي؟ نفس الشيء. صحيح، هذا الألام اللي أيوة مش مفهومة. يعني معناته التوابل والتدخين لازم نبتعد عنهم، لحتى إذا كان الشخص مصاب بهاي الجرثومة لازم يبتعد عن هاي الأمور. في أشياء تانية لازم يبتعد عنها بتنصحي فيها؟ اللي هي نفس المواد المصنعة البروسيست فود مثلا، المرتديلا، التركي، المأكولات الحارة. المأكولات الحارة هاي 100% أكيد لازم، حتى الفلفل الحار. تمام. والشطة كله. ما ضل في شيء على السفرة. ومنروح هيك السفرة لازم تكون فاضية. طب قد ايه مهم الإنسان عن جد يكون يتبع نظام غذائي صحي، يبتعد عن التوابل مثلا، يضيف العسل، مواد طبيعية، يخفف ملح مثلا، عن جد قد ايه بيفيدنا من الوقاية من بعض الأمراض؟ بيفيد مش بس من الوقاية من بعض الأمراض، برضو موضوع الملح والتوابل اللي حكيتي عنها لانا، هاي بتفيد كمان. ممكن الشخص يكون عرضة لاحتباس السوائل عنده بجسمه، واحتباس السوائل ممكن يأثر على تجمعه بالمفاصل، على حركة الشخص، فبتؤدي لمشاكل أخرى. نعم. يعني معلومات صراحة كثير مهمة فيما يتعلق بالجرثومة الحلزونية، ويمكن هاي المشكلة فعلا بيعاني منها كثير ناس وما بعرفوا كمان. صح. مشكلة في ناس ما بعرفوا. بغض النظر يعني كنا عارفين أو ما كنا عارفين، دائما نظام الغذاء الصحي نحاول دائما نبعد عن الأكل الجاهز أو الجنك فود أو المأكولات اللي ممكن تضرنا، نتأكد أنه المي مصدرها غير ملوث، المي مفلترة، المي تكون نظيفة 100%، عشان شوي نحمي حالنا من هالجرثومة اللي ممكن أي شخص يتعرض لها. صراحة أنا بدي أشكرك منار أبو صبيح، أخصائية التغذية، سعدنا جدا بوجودك وبكل ما قدمتي.
أنا شكرا وقتك. شكرا لك منار. أكيد إحنا بنتمنى السلامة للجميع، ودائما بنحكي إنه الأسلوب الصحي يا جماعة علاج وقاية وبيقلل الأعراض إذا كان في عنا حالة مرضية معينة. وإحنا يمكن بيوم جديد دائما شهد بنطرح مواضيع مختلفة، بنجيب طبيب وبنجيب أخصائية نفسية وبنجيب أخصائية تغذية، كل المواضيع اللي بتتعلق بالحالات المرضية بنغطيها من كافة جوانبها عشان عن جد دائما نحصن أنفسنا. وكل السلام، إحنا دائما بنتمنى السلامة للجميع في كل الأحوال.